منظمة صناع النهضة عام آخر من التأثير والريادة مع إشراقة شمس يوم جديد. يبدأ فريق منظمة صناع النهضة رحلتهم نحو خدمة مجتمعهم. للشغف تفاصيل وللحكاية بداية. لم يكن بعد المسافة عائقاً لتقديم واجبنا الإنساني، فقيمة الهدف الذي نحن سائرون من أجله تنسينا وعورة الطريق ومشقته. من أولوياتنا الإنسانية تخفيف معاناة الأسر الفقيرة التي تعاني أوضاعاً معيشية صعبة، وكذلك دعم المزارعين والأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر دخل أساسي للاستقرار، وذلك ضمن مشاريع قطاع الأمن الغذائي وتحسين سبل المعيشة. وبذرة الخير التي غرست بسواعد أبنائها في أرض العطاء ستخضر قريباً، وستثمر قناديلها علماً ونور، وسيرتقي المجتمع. فالأطفال هم الأزهار التي نروي بذورها اليوم لتفتح غداً. فدعم نظام التعليم من ترميم المدارس وبناء الفصول المؤقتة وتوفير الأدوات اللازمة يساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، خاصة في المناطق التي تشهد حركة النزوح إليها. حقاً لا شيء يجعلنا سعداء سوى أن نرى أنفسنا ونحن ننجز شيئاً ذو قيمة. المئات من الأطفال والنساء يقطعون مسافة طويلة في طرق وعرة لجلب الماء، واستجابة للحالة الإنسانية عملنا على تأهيل مصادر مياه مستدامة عن طريق حفر الآبار وتركيب المضخات ومنظومة طاقة شمسية، بالإضافة إلى بناء خزانات حصاد مياه الأمطار. اختلفت أشكال المعاناة، ولكن كنا على قلب واحد. واجهنا وباء كورونا والحميات وآثار أمطار السيول المختلفة، واستطعنا أن نفرح الآلاف من الناس بتوفير بيئة آمنة وصحية وحياة كريمة لهم. إن عملية تطوير وتقوية المهارات وتعزيز قدرة الأفراد والمؤسسة في القطاع الحكومي والمدني هي من أهم الركائز الأساسية لتحقيق عملية النمو والتنمية في مجتمعنا. تزويد الأسر النازحة المتضررة من الصراع بالمأوى والمواد الإيوائية وتوفير أبسط مقومات الحياة الأساسية كان بمثابة قارب نجاة بالنسبة لهم، فهم ينزحون من منطقة إلى أخرى بحثاً عن الأمان وهرباً من الصراع. نحن نسعى دوماً للتخفيف من معاناة هذه الأسر، وخلال عامنا الثامن كان هذا إنجازنا. نروي تفاصيلاً بنيناها معاً، ما قد مضى في الأمس يحيينا غداً، نمضي نضيء وبالعطاء لا نكتفي. نخطأ ثم نستثمر أخطاءنا لنصنع منها فرصاً للتعلم وتدبيب رأس السهم، فننطلق من جديد أكثر تماسكاً. لقد حلمنا فتحققت العديد من أحلامنا، ولدينا حلم لا يموت. مجتمع مكرم إنسانياً
وممكن تنمويا.